دون أن أعبر عن هذا الفيض من المشاعر التي أشعر بها الآن وأن أشارك للمرة الثانية في ملتقى مهدى للأستاذة فاتح عمر. المرة الأولى كانت في صفاقس قبل أن يغادرنا جسده بشهر، واليوم صدقوني يعني أشعر أنه بيننا بفكره الراقي بروحه السمحة وبإرادته الصلبة. إذا رحم الله الأستاذ فاتح عمر. تعديل الدستور. أتطرق لتعديل الدستور في فترة تتجه فيها كل الأنظار إلى البناء، هو تحدي كبير، خاصة وأن من يضع الدستور عادة يكون مقتنعا بكمال عمله وقدرته على احتواء أجيال وأجيال. إلا أنه لابد من الإشارة إلى أن القبول بمبدأ التعديل والحرص على تنظيم عملية التعديل ليست فقط أهم آلية وأوكدها للمحافظة على وجود الدستور وحياته، بل إن الأحكام المخصصة للتعديل هي التي تمكننا من معرفة الفكرة القانونية التي يقوم عليها الدستور والتصور المستقبلي للمجتمع الذي يسعى إلى تكريسه المؤسسون. فكما قال جورج بيردو، إن اختيار السلطة التي تتولى تعديل الدستور وطريقة التعديل هي من أهم العوامل التي تساعدنا على تكييف نظام سياسي. إذا لما الإقرار بالتعديل؟ رأى الأستاذ عبد الفتاح عمر أن القبول بمبدأ تعديل الدستور يقوم على اعتبارين: اعتبار مبدئي يتمثل في حق كل جيل في إقرار ما يرتضيه من أحكام دستورية استجابة لأوضاعه وتطلعاته الخاصة، واعتبار عملي يقوم على ضرورة قبول التغيير وتوجيهه حتى يتحقق بصفة سلمية ويحل دون التغيير العنيف الذي تفرضه الانقلابات والثورات. فالأحكام الخاصة بالتعديل يجب أن تضمن التوازن بين الدستور من جهة والمعطيات الواقعية والتطلعات المستقبلية من جهة أخرى. فعبر التعديل يتفاعل الدستور مع المحيط الذي يعيش فيه ويأخذ بعين الاعتبار التغييرات التي تطرأ على الحياة السياسية والاجتماعية، لكن لا يجب أن يؤدي تعديل الدستور إلى تشويهه وإخضاعه لأهواء الحكام ولخدمة الظروف الطارئة. هذا التصور للأسف غاب عن أحكام الدستور، فيكفي الإشارة إلى أن طريقة التعديل والسلطة المشرفة عليه حددت قبل الاتفاق على خصائص النظام السياسي وطبيعته، في حين أنه من المفروض أن تحدد طرق التعديل على ضوء اختيارنا لطبيعة النظام السياسي الذي يكرسه الدستور. محتوى الأحكام الخاصة بالتعديل يعكس أيضاً وبجلاء هذا التردد والاضطراب لدى السلطة التأسيسية أو لدى المؤسسين بين تبني تصور ديمقراطي للمجتمع المستقبلي، تصور يقوم على سيادة الشعب والإيمان بالفكر والإرادة الإنسانية، وبين السقوط في منطق ديمقراطي متحجر ينكر على الفرد حقوقه الأساسية ويسعى إلى تكبير الأفراد بجملة من الموانع والقيود تتناقض مع فكرة الدستور ذاتها. فلا معنى للدستور، وهذا القول لأرسطو، إذا لم يكن هدفه ضرورة الصالح المشترك لانتغي كوما، ولا وجود للدولة إذا لم تكن اجتماع أحرار. إذا تردد واضطراب في تصور المجلس التأسيسي، في حين أن نجاح المؤسس يقاس بقدرته على المحافظة على استقرار الدستور، على حياة الدستور دون تحنيطه الذي سيؤدي حتما إلى القضاء على الدستور ذاته. فهل أن الشروط الواردة بالباب الثامن قادرة على تحقيق الموازنة بين استقرار الدستور وثباته من جهة وقدرته على الاستجابة للتطلعات المستقبلية من جهة أخرى؟ باطلاعي على الأحكام المخصصة للتعديل وعلى التجارب الدستورية أمكن لي استخلاص ملاحظتين. أولاً، كثرة الشروط الإجرائية لا تضمن حماية الدستور. ثانياً، طبيعة الحدود المادية قد تؤدي إلى تحنيط الدستور. إذن فكرة أولى، كثرة الشروط الإجرائية لا تضمن حماية الدستور. يظهر جلياً من خلال اطلاعنا على الفصول 144، 145، 146 أن هناك حرصاً من طرف واضع المشروع على إقرار إجراءات مشددة لتعديل الدستور. فهل تهدف هذه الإجراءات إلى التروي ودرس مشاريع التعديل للحد من التعديلات الظرفية والعشوائية وغير المدروسة؟ حسب هذه الفصول تشرع الإجراءات بالمبادرة التي أسندت بالتسامي لرئيس الجمهورية وأعضاء
واعتبر من باب التزيد لأن المشاريع تعرض على المجلس حسب ترتيب ورودها على المكتب الضبط. لذلك أدعو بكل لطف أعضاء المجلس إلى حذف هذه الإضافة التي تفتقد للمعنى فيما يتعلق بمشاريع تعديل الدستور. بالنسبة للموافقة على مبدأ التعديل، ينص الفصل 145 فقرة أخيرة على أن مجلس الشعب يوافق بالأغلبية المطلقة على مبدأ التعديل، وهنا تجدر الإشارة إلى أن القرار لا يتعلق بمضمون التعديل، بل يعني عند اتخاذه أن المجلس لا يمانع في النظر في التعديل المزمع إدخاله، ولم ينظر بعد في محتواه، وهذا يفترض أن يكلف المجلس من يقوم بدرس المشروع والتمعن فيه. إلا أن هذا الفصل وخلافا أطالب بالمساواة سيدي. إلا أن هذا الفصل وخلافا مما ولد في 1959 أهمل التنصيص على لجنة خاصة تكون مهمتها دراسة ومناقشة مشاريع التعديل، مشروع التعديل. لذلك أدعوكم أيضا إلى التنصيص صراحة على لجنة مختصة تقوم بدرس المشروع ومناقشته، والتنصيص أيضا على تركيبة اللجنة التي يجب أن تراعي التمثيلية. وأيضا أحيلكم إلى مشروع أو دستور لجنة الخبراء تحديدا من الفصل 90. الاكتفاء بقراءة واحدة لمشروع تعديل الدستور للمرور مباشرة للاستفتاء بهدف إقرار ملاحظة ثالثة هذه مباشرة للاستفتاء بهدف إقرار مشروع التعديل، وهي الطريقة الوحيدة التي نص عليها مشروع الدستور خلافا لما نص عليه دستور 59، وهو نفس الخيار الذي كرسه مشروع الدستور 59 الذي أقره المشروع الأولي أو مشروع دستور المؤرخ في 30 جانفي 58، وتراجع عنه المجلس القومي التأسيسي بعد النقاش المطول حول الجدوى من اللجوء إلى الاستفتاء. إذا عدم التنصيص على لجنة تتولى دراسة مشروع التعديل والتخلي عن الأجال المطولة التي تسمح بدراسة المشروع والتروي فيه وتعويض القراءة الثانية من قبل المجلس التشريعي بتقنية الاستفتاء الشعبي يدعو للتساؤل عن الغاية من كل هذه الإجراءات أو المحطات. ثم إذا سلمنا بقدرة البلاد التونسية لتنظيم استفتاء بمناسبة كل تعديل دستوري، هل يعني اللجوء إلى الاستفتاء بغاية إقرار مشروع التعديل وليس عددي، أي بغاية إكساب المشروع الإلزامية؟ هل يعني عن درس المشروع والتروي فيه، خاصة وأن عانينا في السابق بل بالأحرى عانى الدستور 59 من التعديلات العشوائية وغير المدروسة والمتناقضة أحيانا رغم تنصيص الدستور على إجراءات مشددة؟ لذا أقترح الإبقاء على طريقتي التعديل كما وردت في دستور 59 أو إقرار طريقة التعديل المجلسي فحسب مع الترفيع في الأغلبية المطلوبة للمصادقة مثلا 3/4 أعضاء المجلس. إذا أمر بسرعة إلى النقطة الثانية التي أعتبرها مهمة جدا، طبيعة الشروط المادية قد تؤدي إلى تحميل الدستور. نص الفصلان 147 148 على جملة من الشروط على السلطة التأسيسية الفرعية أن تحترمها، وتتمثل في عدم تعديل الدستور إلا بعد 5 سنوات من دخول حيز التنفيذ، عدم المساس بالإسلام باعتباره دين الدولة، عدم المساس باللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية، النظام الجمهوري، الصفة المدنية للدولة، مكتسبات حقوق الإنسان وحريته المضمونة في هذا الدستور، عدد الدورات الرئاسية ومدتها بزيادة. كما نص الفصل 145 على أن المحكمة الدستورية تتولى إبداء رأيها في كون مشاريع التعديل لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسب ما هو مقرر بهذا الدستور. تردد السلطة التأسيسية الذي أشار إليه المتداخلون يظهر جليا على مستوى الشروط المادية المضروبة بالفصلين 147 و148 من جهة حجر الفصل 147 تعديل الدستور لمدة 5 سنوات، وهو شرط أعتبره غريب خاصة وقد أثبتت التجارب المقارنة عدم جدوى، في مقابل إهمال منع تعديل الدستور في الظروف الاستثنائية، مما يدعوني للتساؤل عن الغاية الحقيقية من التنصيص على هذا الشرط. من جهة أخرى، نص الباب الثامن على جملة من التحجيرات التي من شأنها مجتمعة أن تجعل من الدستور إطارا مميزا
كان لا قدرة للفكر البشري على تخطيها. ثانيا، نلاحظ تناقضا صارخا بين شروط ذاتها، فكيف ننص في نفس الوقت على عدم المساس بالإسلام كدين للدولة، ثم ننص على مدنية الدولة؟ إلا إذا كان المقصود بالمدنية هنا عدم إقامة حكم عسكري دون سواه. فيما يتعلق بالشرط الأول، لن أعود إلى النقاش حول الفصل الأول من الدستور ومدى تلاقمه مع ما ورد في الفصل 148، لكن تجدر الإشارة إلى أن الإبقاء على محتوى الفصل الأول من الدستور 59 من جهة، والتنصيص في الفصل 148 أي آخر فصل في الدستور على قراءة تتخالف مع ما هو متعارف عليه، أعتبر أن في شيئا من العنف لا يتماشى مع الإسلام الذي نسعى إلى تحنيته بالفصل 148، بل أرى أن المقصود هنا بالإسلام هو الفقه الإسلامي، وشتان بين الإسلام كدين موضوعه اطمئنان الروح وأمنها ومسكنه ضمير الإنسان وعلاقته بخالقه قواعدها يقبلها المؤمن إراديا دون قصد ولا إكراه، والتشريع الإسلامي الذي ككل قانون وضعي يقوم على القصد والإكراه والإلزام. لذلك أعتبر أن هذا الشرط يمس بالإسلام قبل أن يمس بالدستور وبحق الأجيال القادمة، فالإسلام هو في ضمير هذا الشعب ولا يحتاج إلى قواعد قانونية واضحة. شوية تفاعل داخل القاعة وبدأنا نشبه في مواضيع سخونة شوية.